احنا نقول يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما كنا، ولكن الآن موجود، الآن نتمكن أن ننصر سيد الشهداء. نصرة سيد الشهداء له مظاهر، لبس السواد في هذا اليوم، في يوم غد واحد يلبس السواد، هذا نوع من النصرة. كل شيء، هنالك أفراد أنا أعرفهم يقترضون لا مال عندهم، يقترض مالا حتى يقيم هيئة، يقيم مجلسا، يطبع كتابا لسيد الشهداء. الآن عندنا هذا الوقت، هذه الفرصة موجودة عندنا. ينقل عن أحد العلماء أنه رأى حبيب ابن مظاهر رحمة الله عليه، قال له: هل بقي وراءه يتقلب في نعيم الآخرة؟ قال: هل بقي في قلبك أمنية لم تدركها؟ قال: نعم، أمنية واحدة، أنا أتمنى أن أعود إلى الحياة لأشترك في عزاء سيد الشهداء حتى أنال هذا الفضل الذي حرمت منه. إحنا بمقدار ما نتمكن يجب أن نحيي قضية سيد الشهداء.